بقى طول الصدر شباكوا رايحين جايين. ايه يا عم مفكر؟ والله ايه ما بيسوا تفكروا انتوا قاعدين. لك صحيح يا عمي، ما بيصير الواحد يفكر هو قاعد. شو قصتكم هيك؟ والله ضيقتوني خليانك مين. بيصير ها وهي قاعده. مشان المصايب اللي اجتنا. البوسطة محجوزة عليا، المطعم راح، جايزة ما تجوزت، جميل ما مبين علي. معي حق يا عمة، شي بيسطي شي بيخوي. بس بدي اعرف، انت ست مضيتي على ورقه وبتقولي انك ما مضيتي على ورقه، رحنا على المحفظ اطلعوا بقمضى الورقه اللي مع الرجال صاحب المطعم وجدوا قمضاك العزيز مزبوط. كيف مزبوط بقى؟ ماشي بيسطيل يا ابو سليم يا حبيبي. انا ما مضيت غير قمضى واحد من شهر، يوم اللي استاجرت المطعم، وتاني قمضى وقت اللي مضوني على المزبطه. هي ما زبطت يا ابو سليم. شو اي مزبطه؟ ما بتذكر يوم اللي كنت قاعدة أنا وأنت بالمطعم عم نراجع الحساب، دخل علينا واحد ومضاني مشان البلدية؟ إيه 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 يا ما اللي مضوكي على المظبطة. هيدي هي مضوكي إلك على المظبطة. أنا يومتها قلت له ما بمضي أبداً، ما هيك؟ صح، بس لأنه الورقة ما فيها غير كان محل واحد أمضى، أنا حتى بالعلامة حطيت اسمي بين الأسماء بالزور. هيدي هي مضوكي على تنازل وأنت ما معك خبر. بس كيف ها صورت؟ كيف رح اخوك؟ مدري مين مدري مين محطط الله يعطيك عافيه بجاه اللي خلق. ليلى شو هز هذا؟ ما منبه عليك 100 مره ما تزعق وتصرخ، طيرت لي عقلها. من اهله ما فيك تقوله. مدري مين محطط علينا على الواطي؟ بلي مدري مين محطط علينا. دخيلك انا بابا وهذا التاني ما في الا بيكتب هلكني. أنا بقول كل هالمشاكل اللي عم تحصل سببها جميل. ولك ريتك تسلمني، جميل أكبر مخلص. صحيح أكبر لص. اسكت انت. اسكتوا ليكوا كلكم عم فهمكم. ها ما حدا يجيب سيرة جميل أبدا، لأنه جميل ست الليل أبدا. الله معك. تفضل. أهلا وسهلا. شو هالرجال هدي؟ سبحان الذي خلقك. بس اذكر ريحة اسمك بتشريف. شو هيدي؟ انا اذكر الضيب وهي القضيه. تفضلوا. نعم امر. شو في؟ انا عم بحكي معك بالاول يا مور. انا امبارح الليل كله بنمتو. انت السبب. انت السبب. ايه انت السبب. انا بس واحد يقعد محله. هي انت الواحد محله. معلش كل شيء كرمالك ست فلي بهون. ما بريد حدا يجيب سيره جميل على لسانه. والله ما اشبكش. شو هالحكي هذا يا ست فلا؟ نعم انا بوجود جميل هون بدي جيب سيرته واللي بدي اياه بدي احكي، وانا بوجود جميل ما فيني اسكت الا بدي احكي. وانا فيني اقول لك اتصرف مثل ما بتريد. ايش يعني فيك تتصرف؟ فيك تروح حبيبي كمان. نعم بسيطه ست فلا. انا ما بقى فيها اقعد ولا ضيقه هون انا ابدا. هذا ما بيصير. شو اش 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 ها هاك بتزعلي ابو سليم كرمال جميل؟ ايه نعم. شو رايك انت؟ انا؟ نعم والله هاك لك. ايه نعم اللي بيزعل اهلا وسهلا واللي بيرضى مع السلامه. انا لا بزعل ولا بروح. لا انا من جهتي فيني اقول لك روح. انا بروح؟ انا زلمه رجال قد ما بسمع الكلمه. ايه بروح ها بروح. انا يا بروح يا كمان. بابا قولك قتلتني. انت قتلت تعشو قتلتني بالأبا. بابا انا مثل ما تريدي، انا تحت امرك. شو بدك تحت امرك؟ شو امرك امرك؟ خلص الحقيقة يا ست فلا. نقطني بسكوتك انت بتعرف تنقطني بسكوتك؟ يعني ابن عمه ما كان لازم يعمل هاك يعني. الحقه لابن عمك. تسلم الحقه. بالحقه لا اهلا وسهلا فيك التأهيل. أهلا ست فلا. نعم أنا تحت أمرك، إذا بيلزمك شيء أنا مستعد لكل شيء بيلزم. مبري إلا سلامتك ست فلا. نعم أنا جاي لعندك خصوصي لحتى نوضع النقاط على الحروف. نقاط وحروف؟ ما عم بعرف يعني شو نقاط وشو حروف ست فلا. نعم الناس شو بهم كمان الناس؟ ما بكفي اللي عملوه فينا؟ بكفي بس اللي عم يحكوه الناس، الحكي اللي عم تحكيه الناس. شو عم يحكوا الناس؟ انك عارفه شو عم بيحكوا؟ عم بيقولوا الست فلي لحديت هلا من غير زوج،
ما عنده رجال وهالشباب اللي عنده. لا لا من فضلك ما بريد حدا يجيب سيرة فلي على لسانه ابدا. فشل مين بيسترجي يجيب سيرة فلي وانا موجود؟ انا مش هجو جاي لهان، انا جاي لحتى حط شوكة بعان كل واحد بيجيب سيرة فلي. تسلم ست فلي. ست فلي انا طالب ايدك، بتمنى انه ما يكون عندك مانع. انت لازم لك رجال يوقف جنبك ويحميك وتتكلي على رجال بكل معنى الكلمة. سيد جميل انت طالب ايدي ويكون عندي مانع؟ انا هيدا اليوم اللي عم استني. صحيح عم تحكي جد؟ بشرفي. ما سمعت شو قلت. بشرفي ست فلي. بشهادته اللي ما بيعرف يكذب، الادم الطيب اللي عم يشهد. يا عينا انا كاني حسيت وسمعت حدا عم ينبهلي، فاعطيني الجواب قبل ما اظهر. اسمح لي لك، خليني مرتاح الضمير. اسمح لي انك اعصابي توترت كثير واتركني افكر. فكري على قلب المالك ست فلي، انا ماني مستعجل. وهلا نعم تسمحي لي. تفضل. الله معك. مثلي هالشغلة تنزل على البلد قاعد مضروب على قلبك بالضيعة يا ابو سليم، شو بدك بهالشغلة؟ لا لازم تنزل. خلص. شو عم تعمل يا ابو سليم؟ شو عم تعمل؟ شو شايفني عم بعمل؟ عم تضب كلاكيشك وكفنشيلك. يا سلام يا سعيد. لك كيف حصرت لوحدك؟ عرفت ايه انا شاطر، انا ذكى. ايه بعرفك. ولك يا ابو سليم يا لعت الا يا حلوقات هلا يا الحريج يلي يا لحنا يا فيه، يا تترك يا لفلة يا لوحده يا فلة يا علي حدا يا مقطوعة. لك يا سعيد شو بتريد نعمل لفلة؟ هاي ضوينا العشرة معها، شو ما بدها منساوي لها، اش ما بتطلب نحن حاضرين. كل شي منساويه معها بيجي هذا اللي اسمه جميل بحركة واحدة بكلمة واحدة بيروح لنا كل شيء. لأنك تشتوش عمل رجال قدام، عمل قد رجال. أنا تشتوش يا فتوش؟ ايه فتوش لازم تضربها للمرة. الله يضربك من عنده. انا لا اضربه يا اسعد. بي الله يرحمه قول إيه؟ يا بي بوصيك وصيه، المره لا تضربه ولو بزهره. ها بس بي كان يقول مثل تينا انه اذا ما لقيت المره اقتل محله وغيره عن خلق الدبا. شو بيه يقطعك الله ولو في نسوان ما بتجي غير بالضرب. يا اسعد نعم. وين في نسوان ما بيجوا غير بالضرب؟ ام كانت تبر وتقر تبر. يا شباب ليه رح اقوم بلش فيك وشيل خلقتك اول بيت. طيب انا يجي عملكم بس اسكتها اول بيري. اما كانت تقر وتبر على بيت، تقر وتبر وبس يقتله. يا رجعوا يا علي هديت لي كتفي الله يهد. اف طول بيري اسعد شو قصتي؟ عمل رجال عمل رجال اضربه. يا خي لا بدي اعمل رجال ولا بدي اعمل ست، صرفوني منكم بقوا بعدوا هيك. لا بدك تروح يا ابو سليم؟ ايه ما عليك حق تروح. لا 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 بدي اطلع. الله يوفقكم انتم في الله ويسعدكم ويوفقها ويسعدها يا رب. الشروال وينوا؟ لك الشروال. شروال جديد الشروال. بابا بالمطعم. بابا بالمطعم. اخ درباس تبقى بس تروح على المطعم. الله يرضى عليك، جيب لي الشروال وتبقى ابعث لي اياه على الضيعه. فهمت اخ؟ ولك البني يسطر شطر يا اسعد. هديت لي تشتوش تشتوش. شو بدي اعمل لك؟ عمل رجال قلت لك. تبقوا يا اسعد. قلت لها للمرأة قلت لها هاك يا اسعد. نعم الله يرضى عليك، زوروني بالضيعه فوق بعود هيك. طول بالك يا ابن عمك. يلا خطركم خليك هون يا ابو سليم. لك يا ابو سليم يا فله يا تركتها. لك هيدا ابن عمه اذا تيس ما بعود حدا بيقدر يقنعه. اش انا هلا متيس؟ لك الله يساعده. وينك؟ شو بيه؟ فلا ما عنده شغل ونحن بدنا نشتغل، وهم بدنا نروح نشتغل وناكل. صحيح وهم بدنا نروح نشتغل وناكل. لك يا شباب شو بيه؟ عمالك انت وياه؟ وهم بدنا نروح ناكل؟
لك يا شبك يا هتعملني يا كرسي انا يا كل يا ندفة. انا برايي نروح نفتش على شغل. اش رايكم؟ اجيت. اشو هي؟ اش رايك تشتغل بالمطعم؟ ايو مطعم؟ مطعم اللي كنا نشتغل فيه. لا 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 يا زلمه، قول مطعم قول. ما بيساو اذا نحن هو طلبنا نشتغل لازم نحن نرفض. لاش طيب؟ ما شاء الله حفلة المطعم، معقول نروح نشتغل عنده؟ ايه معك حق، هاك شلحي. ايه بطلنا، قوموا مشوا معي لنروح ندور على شغل ونمرق على المطعم من هونيك نجيب الغراض والشروال تاع ابو سليم ونرجع. يلا يلا مستش هاوزي. هذا هذا. How is the business؟ نعم. How is the business؟ كيف الشغل؟ ماشي الحال. سيد فوزي هلا نحن لبعضنا، ما في حد غليم. شو قلت لي بدنا نعمل هلا سيدنا؟ بشو؟ كيف بشو؟ شو؟ بزنس اللي اتفقنا، بزنس او بزنس مش او بزنس ماني يا زلم. عشو اتفقنا ماني بالي وبالي وشو عم تحكي؟ تحكي عربي مزبوط شو؟ ولو يا سيد فوزي اتفقت انا وياك انه بعد ما بتخلص الليوي انه انا اشتغل هون. صح ماني يا زلم مسؤول كبير فورمن. فورمن يعني انت تدير المحل. اوف كورس. هلا انا كل القد غشيم حتى حط واحد مثل حكايتك يدير المحل، ما بقى لاقي غيرك. انا بدي ناس اختصاصيين. يعني انا هلا مفصول؟ لا حرام، ما بفصلك كليا، لكن بالمطبخ مساعد عشي مرمطون. مرمطون سؤالي فهمان مرمطون، ما كل عمرو فهمان مرمطون. ما لشي. I want to see you. Stop! Come on here. Sit down please. شو بيه؟ ها بيه الساك هون. Sit down. No, I want to go. أنا ماشي كمان. على وين مشى؟ أهلي. Sit down. شو أسوون؟ Sit down. Sit down. عود عود. عود إيه نعود. أهلي. شرط اللي اسمك؟ أسعد. أسعد يو فالي جود مان مستر أسعد. ها شو يعني؟ هاو ار يو؟ مستر أسعد؟ نعم. وال إز دي مستر أبو سليم؟ بدك أبو سليم؟ يس. أبو سليم طلع على الضيعة. إز جو. إيه. وأنت بدك تروح؟ لا. لك إيه؟ أنا بعد شوي ميرسي. بعد شوي؟ إيه بس أنتوا سجين تعملوا هون. هي في إلنا كام غرب صح؟ يقوموا جيبون، قوموا جيبون. هيا يا أم يا جيب يا الأغراض. قوم جيب الأغراض أنت التاني معاه. هيا بقوم. لا تنسى شروال أبو سليم. يلا هيا بقوم. إيه. كمون كمون كمون. شو يعني كمون؟ كمون قلب 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 قلب. نحن. I love you too much. You friend. إيه أهلين. أسعود. شو بيه؟ أنت قلت لي إنه أبو سليم بحب فيلي. إيه. Yes or no. بيحبها كتير. تو ماتش؟ كتير كتير. بس يا عمي هذا جميل، بس يحط ايده بشاب يفزدو. بيفزدو؟ ايه. شو يعني بيفزدو؟ انا ما بعرف، هات متعلمين. اهلا اهلا وسهلا سيد فوزي. شكرا. اهلا وسهلا. شكرا لحتى تسكلني كتير. I want to kill you. You small boy, tell me! You understand what is this talk? Speaking now. Thank you, my friend. I like you. جمولة ما حلو الرجال يكون مخجول، اترك الحياة للستات. عفوا ست فلي، للحقيقة أنت مثلي مقطوعة وما إلك حدا. ويا ما في ناس طمعانين فيك يا ست فلي. جبتي جماعة شغلتيهم وحبيتي انك تساعديهم، قولي لي بس شو طلع لي خير منه؟ ابدا ابدا. فهميني، هاي المطعم راح والبوسطة راحت
ما بحيلتك إلا هالبيت وشوية هالقرشين اللي محوشتيهم. كيف عرفت معي مصاري؟ أبدا ست فلي، مجرد شلحة شلحتها. إذا شلحة معلش ست فلي. لا 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 جمولتي جوجو دخيلك، بس حقيتها أنا، بس أنا خجولة كتير. بليز سيد فلي، بليز ست فلي، تسمحي لي إني بكل تواضع لبسك الخاتم بإيدي. سيد جميلة، عفوا سيد جميل. يا 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 جميل الخاتم حبيبي. عفوا ست فلي، معلش يا روح، قد ما عزيز هالخاتم لزق بإيدي ما كان يطلع. بس شايفته أنا كبير شوي. هذا ست فلي، هذا للمرحومة مرتك؟ أعوذ بالله. من مين مرحومة؟ صدقيني أنت أول بختي يا ست فلي، بس هذا عزيز علي، هذا للمرحوم أمي. للمرحوم أمك ولا للمرحوم أبوك؟ لا عفوا ست فلي، هذا للمرحوم أمي. على الحال معلش خلي معك، إن كان أمك ولا أبوك على كل حال ممكن تجيب لي خاتم على قياس هالخاتم هيدا هذا على قد أصبعي. اي نعم. صدقيني ست فلي، يا ريت يا ريت بقدر أطلع على السماء وحوش لك أعليم من السماء. ما كتير عليكي، ما بقى تحكي، ما بقى تحكي، ما بقى تحكي، بدك مثلك اللي بيحكوا ولا بلا. وين كنت عمرك. أنت وين كنت؟ هون بس حظي قليل. جمولي جيب لي على قياس الخاتم. ست فلي. نعم. تذكرت شغلي وما لي عن أولى. لا لا أولى. يعني أنت بتعرفي، يعني بدك تقولي. إيه يعني إيه فهمت فهمت عليك. يعني عن إذنك شوي. جمولي. عيب ست فلي عيب. جمولي ولا وبيناتنا. عيب هيدي هن لألي ست فلي عيب. جميل جميل ما تكسفني وحياتي أنا. خلص ما تزعل، ما تحلفي ست فلي. طيب. ما تحلفي. وجيب العلامة اللي على ذوقك، أنا بيعجبني ذوقك. بس في شغلة لفتت لي نظري ست فلي. تفضل. بقدر أعرف اسم الله لشو كل هالمحابس هيدي اللي جمعتيها؟ الله لا يحبسك بالحبس، بس عندي أنا إيه هيدي الخواتم، أنا ست مخلصة. نعم. وإذا كان الله أخذ أمانته الواحد وما أنا بحتفظ بالخواتم. عن إذنك ست فلي. لحظة سيد جميل، عاد شوي بدي منك خدمة صغيرة. خي سعيد صاير كسلان شوي، بدي أعطيك دفتر الأجارات تاخده منه وتبرم لي على المستأجرين وتحصل لي حقي. ما على عيني ست فلي. سلم عيني. هيدي أحلى أمنية عندي. طبعا لازم بعدين هدول الشباب هلأ لازم أول جماعة إننا نطالبهم، لأنه قاعدين وما عم يدفعوا. معلش اتركهم هلأ. لا ست فلي، على القليل الغرفة بتتأجر بميتان بميتان وخمسين ليرة، لازم نطالبهم. هو معك حق، بس ما يعني ما كانوا إلا يشتغلوا عنا هيك. أنا برأيي ست فلي بالأول كانوا عم يشتغلوا عندك، بس هلأ قاعدين لا شغلة ولا عملة، وإذا بدك تتمي أنت تراعيهم هيك وتقعديهم ببلاش وتطعميهم وتسقيهم، بتكوني أنت عم تجني على مستقبل شباب. طيب حرام. مت ما بتريد، مت ما بتريد. تحت أمرك ست فلي. الله معك. حشتركة. الله معك. صاروا ثلاث صور. شبك انت التينا؟ لك يا عمي خلصنا، شو هو الشيء اللي معك بيرجع المطعم لست فلا الا خلصنا بقو؟ انا نوتك ما بحكي ابدا تيجي ابو سليم. لك يا عمي ما طلع درباسي حيط له لابو سليم. ايه وبس يجي ابو سليم انا بحكي. ولك يا عمي بلكي ابو سليم ما اجى مع درباس، هذا اعلو شغل ايده يمكن يتيس. ابو سليم اذا تيس غير قدرة الله ما ترجع له اعلى. بس يرجع عقله يزي منحكي. يتيس يا عم. يا خي يتيس على ما بتقلي لا؟ لا يا شحارك يا فلي،
شباب يا وينك يا فلي؟ اشوف ايه؟ يا خرب بيتك يا فلي. وين خرب بيتك عم نشوف ايه؟ طيرت لي اعلاتك يا السعاد يا فلي. يا خرب يا بيتك شوفها. لك يا شوفي ايه؟ ولك يا فيني يا احكي احكي. ولك يا خطبتي يا جمال ايه؟ شو بنعمل يا تعطيرك يا فلي؟ يا حدا يا منكن يا شافلي يا فلي خطبة جميل؟ يا بس خطبة جميل؟ لك ما بس يا خطبة يا جميل، يا عطيته مصاري. ولك يا عطيته مصاري ويا راح يشتري يا العلامة. طيب اشو يا خرب بيتك يا فلي. ومعقول بتقول فلا تبيض لنا وشنا وتحكي لها كلمتان مشان ما يزتنا جميل برا يا بني ادم؟ بس يا بس بس يا بس ام بي ام بي على هدي. ايه اي ونت تو تيل يو سمثينج. ايه قول. انت يا اصغر. نعم. ما قلت لي انه ابو سليم بحب فلي؟ ايه بموت فيا. ولك يا لك يا شو يا بموت يا فيا؟ ولك يا بيعبدها يا عباده يا بني ادم. هي ليش بدها تتجوز لك ان جميل؟ ما قلت لي كمان انه فلي كمان بتحب ابو سليم؟ ايه لانها بتحب ابو سليم بدها تتجوز جميل. انك يا في سي لك يا صاحبي شو بيه؟ هلا اثنين بيحبوا بعضه. يس. واثنين عاشقين بعضه. اوف كورس. وات از ذا توك؟ يس ان ات الوان. اوف كورس اوف كورس. يو ماي فلاند يو سبيك انجلش فيري جود. يس فيري جود. يس صح. يس ابو سليم بحب فلة. بحب فلة. وفلة بتحب ابو سليم. معلوم. لاف او لاف. ايه صح. وكيف اذا اثنين بحب بعضهم لحد خصخصني؟ ولك يا اصحاب كيف لكان هالصلعه هيدي انه ما بيتزوجوا بعض؟ نو سي لكن يو هاندستاند وات از ذا توك دي مي؟ يس. اذا فهمت علي؟ نو يس. يا سمع قصر فيني ابو سليم ما بحب فيني؟ بحبه. يو لاف؟ يس. فلي لاف ابو سليم؟ نو. شو الشباب عدنهم قاعدين؟ ها الله يرحمكم العافيه. ها كمان عدنه السيد درمان هون. يس اوف كورس. هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ هاو از ذا بزنس؟ وشو عم تعمل هون برزقك؟ مستر زميل عم شوف الشباب اذا ممكن ننزلهم على المطعم مشان الشغل بزنس. وما لقيت غير هيك شغيله؟ لا زبط لسانك احسن لك. روق شوي روق شوي. ما حروق يا سيد درمان. يس. نصيحه الي ما تحط ايدك مع هيك جماعه. لا اجبن هيك جماعه. بعدك بعدك بعد بعد هيك بعد هيك. نو بليز اتركوا شوي اتركوا شوي. بليز مستر اصغر فيري جود مان ذا بوكسز مان. والله يس. المهم هلا شو بدنا من هالحديث اللي كلته طق حنك؟ بدنا المهم. ما تقول طق حنك. سكوت. المهم تعرف شو المهم؟ شو هو المهم؟ لازم تفهموه لابو سليم انه صارت اجرة الغرفة من هلا ورايح 250 ليرة بالشهر والدفع شهر سلف. والله والله هاك لك ايه؟ هاك لك ايه؟ ابو سليم طلع عالضيعة. بشارة حلوة كتير. لو كنت قريب مني كنت بستك من بين عيونك. ما فشلت. اذا لكن بتفهموا بعضكم وبتفهم جماعتك كليتهم ايه انه صارت اجة الغرفة 250 ليرة بالشهر ومعكم مهلة 24 ساعة. يا اما بتدفعوا يا اما اغراضكم بيصيروا بالشارع. عش طلبوا لحال وصلي. طلبوا. لا طلبوا. عم فهمك زبط لسانك احسن لك. يضربوا يا اسعد يضربوا. لا اسمع 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 شبه نعم طلبوا. وصلت واكثر. كلام رح اقول لك شغله. كلام انتوا يا جماعه يا بني ادمين خلي عندكم نتفه زاق قاعدين عم تاكلوا وتشربوا وتناموا ولو زوقوا شوي وليكون عندكم ذره من الزاق بس. ما تمد ايدك علي. هاف هي ما عم قل لك يضربوا يا اسعار. خلينا الزاق لك وحدك. ايه انت منك ديلكس ابدا. مين اللوتس؟ ما دخلك انت لعمي. هيدي مره مفتكرينها انتو ما وراها رجال؟ شو رجال؟ ها مفتكرين فلي ما وراها رجال؟ مين رجال؟ لازم تعرفوا كليتكن والموجود يخبر الغايب انه وراها رجال
بياكل راس الحي اكل مش من ايدك يا عم يا علي يا سحر يضربوا يا سحر درويش درويش انت بتمدينك عليا بتلزق المال خاطي نعم شغيل اسعد الفلي بيحتلوك بيحبوك اول ديو بوتيفول كير والله فالي جود مان اي وانت تو سيلك هيك لك انت بتضربنا على كل انا افتكرت ما بتحكي شيء البلي يسترك ويستر وسطر ايه سطر عايده جهه Thank you very much. Look, my friend. My friend. Come on, Zamil. Foo. Asad. Shabab. I told you to blow. I'm a drafter. Ma shifni asha amelta. Very good. Allah yjibak ya Dirbes. Inta Abu Salim bas. La arji. La arji. Hada asha budu yusir fi. Ma ana ulayh. إذا كان مخلي زميل ياخذ في اللي الله ياخذني قبل ما ياخذ ها حبلت يس لا بس ولا انت وياني ها نحن ما قلنا شيء هو سبيكن جميل جميل ايه اي لاف يو يس نو ابن عمه شبيك لا شاب الطلب الله لا يعطيك عافية ولا فوت على مهله احكي مثل ما بيحكوا الناس شو صار لك فيت عم تصريح حولة تعبينا خربينا حنين بالشارع وانت كيف هيك ما منيح شو بشرني ان شاء الله جاي تقعد هون بالضيعة على طول لك كيف بدي اقعد هون جاي مشان نزلك هو بدي انزل لو بدنا ننزل جميل خطف فله وحيلبسها العليمة ها ايه يا سلام ومنان هذا اللي اسمه جميل جاب مصاري وجاب عليمة هي عطته مصاري كتير ايه الله يوفي يا لطيف شو حظك قليل يا فلا يلا قوم خلصنا هلا موقت عدس قلت لك انا ما بنزل يعني ما بنزل لك يا ابن عمه حيخترب بيتنا وننام بالشارع ونحط بدون اكل قلت لك ما حبنزل ما تقعد تلعب لي بعقلتها بدك تنزل قلت لك ما حبنزل بدك تنزل كرمالة من قدك من طولك لك عم قول انا ابن عمه اذا رح وطيس طيس رقبتك كلمه تاس ما تجيبها على لسانك ها طيب ليش عم بتطيس عم اقول لك ما تقول تطيس طيب قوم انزل معه ما بدي انزل امره من خلقتي ها روحك لك هذا ابن عمه اذا كان لح وطيس انا بعرف ما حدا بيقدر يرده هذا التطييس مرض بالعيله بابا ابو سليم اذا لحقوا تيس تاس تاس هذا شي بنعرفه وينك الله يبعتك يا دربيس هلا يا شو العمل ما فينا نتحرك الا ما يجي دربيس ولك يا اليوم يا جاي يا بده يلبسها يا العلامه يا اليوم طيب شو بنعمل شو يا سيد اسعد شو ماني فهمان شي من كل الامور ها هذا بس ها شو قرب 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 خرب طمني ولا تقرب لك انا قلت لكم هذا ابن عمه اذا لحقت وعلقت معه ما بيقعد يفهم الواحد لا بالطالع ولا بالنزي اشو يعني لك يا خيا من قدك من طولك ابن عمه حنصير بالشارع حتنخطب حنحطلها العلامه طالعه نازله ما ممكن يفهم ما فهم علي ما بده ينزل معند قعد بضيعه بعده فوق الزباله بعده فوق ما قلت لك طول اشوف قوم مصي معي خدني لعند ابو سليم قوم مصي انا ما اخ كل شي بهون بس فلا ما تنخطب وتتجوز جميل انت وصلني عند ابو سليم ومعلك يا اسعد قوم لسوق مشي روح انا ما بروح ما حدا بيروح بس يا اسعد انا بروح انا ما بروح روح يعني يا بدي ساعد يا الشباب يا كله
ابو سليم. اهلا اهلا يا اسعد. تاس تاس تاس. الله يطيس رقبتك. وليه شو بعمل فيه؟ شبك. انا ما بنبع عليكم ما حدا يجيب سيرة التيوس ابدا لما بكون انا موجود. انا ماني منبع لك كمان، بعثت لك درباس افهم انه تنزل معه. هشوف فيه خير ان شاء الله. كيف ما في شيء؟ في شيء كثير. شو في؟ Good morning. How are you? How is the business, my friend? شو عم يعمل هذا؟ شو زي؟ يلا! يلا حفك رقبتك ها! What is this, Mr. Nassar? لشو جايبه هذا الآن؟ مشان يساعدني. بشو بده يساعدني؟ بالفليحة؟ ما وقت الفليحة عليه. لا! Look, I want to tell you something. What is this, Dennis? You Sidon! 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 ولي لشو جايب هالاخوت معك؟ روق روق. شو قصته هذا؟ قال لك كلمك كان يا زو يا هكا يا هكا يا بني يا هكا يا هكا يا زو اعود زو زو بني يا هكا زو كان جاني يا زو يا روق 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 زونا يا عوان جايبي عوان جايبي مجنين لها يا عوان جايبي ساعدنا هذا بقصة فلا عود يا عود سيدا عود هاك يا عوان عود لها ايش قوم عني هاك يا عود نو 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 مي اي فيكس مي اي فاليتي نو هاز ذيس اي كان دات يو انديرستاند نو نو وات نو بس نو اي تيل يو سات شلا نو شلا 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 دات شلا سيدان I want to tell you something. Rowe, you understand? Yes. Yes, of course. So, Rowe, عود عود. No. عود. This Abu Salim. What? Tell you what? عود عود. Rowe. Sedan. Sedan. Look, Abu Salim. لا يجي يساعدنا. No. No. يا حرام بتح. I tell you. Sedan. 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 Sit down. Come on, come on. ماشي الله لا يوفقك. جايب لي مجانين وطالع فيه النهار. عود سيدان. عود عود عم يقول لك عود سيدان. سيدان 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يو تاني اسعد طول بالك. ابو سليم بحب فل. ايه عم بيقول انه انت بتحب فله. فله وفله بتحب ابو سليم. يس بتحبه. وبما انه وبما انه فله فله وقع بمصيبه وقع بمصيبه لازم نساعده لازم نساعده. وهذا شو دخله هذا؟ هو هو اللي بيعرف اسرار المطعم وكيف رجع لسيد فوزة. لك يا ابو سليم انا من الاشخاص اللي استلكوا بالظلم، من الاشخاص اللي لوحوا المطعم تبع فله. لكن يعني هلا هو مره مجنون؟ لا انا ماني مجنون. انا راح اخليك بس انا انت اللي روحت المطعم لفله بس جاي لهون عم تفجر طول بالك يا زلمه يساعدنا. هاك بتعمل معه ماني عارف شو هالمساعدة. الله يوفقك كسرتونا الدنيا. عد عد طول بعدها عد. ايه انا احكي لك القصة على منفذ نسيت. قوم قوم عد. ها انت مشترك بالجريمة عد. شو يا سيد ابو سليم في قصة طويلة خلطة هيدا. شو انا زعلان على فلة. هيدي فلة مضوة السند تبع المبيع والضة. كيف بقى؟ ها بس من حرقان قلب وخطايا. أيام صلي أيام صلي. هي أبو سليم هيدي فلة بالزمان مضيت على نصبطة مثلها الزبالة. كانت النصبطة عوانطة بلوف. مزبوط مزبوط. هي مضيت على هالنصبطة إنما حطت القمضة هون. ايوه ايه بعد بسكو حق نحن الموقعين احكي لك شي هيا اوصل كذا كل امضاوات كمان. ايه شفتها الورقه. ايه هيك هالقلم
هيدي الورقة فاضية. أيوة صلي مضيها. لا شو بدي امضى؟ شو بدي امضى؟ تعرف كيف امضت الكلام عم بقول؟ اي نعم خلص خلص بكتب. ابو سليم طبل مرزوق. شوف يا سيد ابو سليم شو صار هون؟ صار ابو سليم على بياض. ايوه هيك مضوا الست فلي مضوه فلي على بياض وقصعوا هن عبوا الورقه اشترينا المطعم و الى اخره اوانطا بي اوانطا. يا سلام اعطيني هالورقه لقول لك هيدي لازم نسلمها للشرطه ويجيبوا الورقه اللي مضي عليها هداك مضيت أيوة. عليها فلا ويشوفوا أيوة. اذا كانت تحت تطلع هون الخرم مزبوط بيكون مزبوط. يا سلام مثل ما انت مضيت خي ابو سليم هي مضي نفس الاصل This one of this one إيه فقط لا صحيح انا مضيت على ورقه. وين يا الورقه؟ معي. لا شو حطيتها بجيبتك؟ حطيتها معي استسكال مثل مثلا واحد بمضي فنان مثلا بيمضي مع تحياتي ابو سليم مضي ونكتب لحنا سيدنا مع تحياتنا لنا مع ابو سليم مبلغ وقدره وصلنا من الى المخلص. يا سيد ابو سليم يا سيدة هذا هالصوت ما له غريب عني أنا يعني ما كان هالطروب يعملها إلا واحد اسمه فهمين سيك يا أصحاب قرب لشو قرب ياخد بوسة مني قرب بوسة مني خي يا أبو سليم يا فهمين لك يا عمي ليش عم تقدر الزلمة هذا شيء يساعدنا ليه هذا زلمة اللي طلع في منيح ليكو فهمين سابق حاله فهمان؟ هذا خيّة أبو سليم ليه؟ هذا أنت فهمان؟ وأش عم تعمل ها؟ ليش عم تحرك بها؟ هلبان يا خيّة أصاد هلبان من شو هربان؟ هلبان من أنت من أنت البول من عنتربول؟ من أنت البول من هو ده عنتربول؟ أنت البول أخيّة أبو سليم شو هو العنتربول؟ البوليس الدولي الله يخرب بيتك كل بوليس بلادنا ما كفاك رحت على بوليس الدولي كمان افطر قال أنا محتاج لا ما معنى قال انا بهرب مخدرات اسمع بالله وانت انت بتهرب مخدرات انا يا ابو سليم انا وشي عمل لا لا شفت بتخرب بلاد بتخرب مدن بتشيل بلد مثل ما هي بس بتهرب مخدرات انا يا ابو سليم ولك يا بني ادم صف عمرك يا بني ادم هلا شو بدنا مالنا ومال فهمان خلونا بقصتنا يا جماعه تعالوا هون خلونا بقصتنا شو بدنا نعمل هلا بقصتنا اعطيني خيال بدك توصل لفلة وللأصول ولا لا مزبوط بدنا نوصل للأصول بدك تسمع كلمة فهمان وبس فهمان بيقول بتنفذ وبس وشو رح تعمل بدك تسمع الكلمة بالأول مفهوم ولا ما مفهوم مفهوم إذا كان جميل بينكشف إنه هو اللص والحرامي واللي بيع المطعم واللي إله علاقة بالبوسطة أنا مستعد يا فهمان اللي بدك إياه نفذ لك شوف بده ينكشف جميل ويتدعس وعلي اذا كان ما بتصفوا قدام فلي وبخلي فلي بدعوس في الارض انا ما بكون فاهمه بدك بس تسمع كلمتي ما بينفع الباص لكن شو ما بينفع الباص ابدا شو بدك لك تسمع كلمتي ولا لا انا حاضر تحت على ايدك لشوف لشو على ايدك لفوق ايوه فاعلي صحتو ايوه ما شفت يا اخي هذا كله يا اسعد هذا فهمين مثل السجاد ما بجوهر بيجي الا بالطنفيه انا بس تطفت فيه بجوهر وبيصور ما قلت لك انه في ناس ما بتجي غير بالقتل يا سيد ابو سليم تفضلوا معي يا شيخ تفضل يا عم اسكن شوي ما في اذن تك نو اوبجكشن اوبجكشن لا 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 اوف كورس على مهلك يا فهمان روح سيدل لجيب كم فول مي جيب الجاكيت روح شوي نو نو كمان يس 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 كمان 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 يا يعطيك يا العفو يا معلم يا فوزي اهلا اهلا يا حدا يا الكارت يا بعتت لك يا اختي يا فلي شكرا يا قولي تتاخر لا تكرم ولو
طيب وما كان لازم كمان نعزم البوليس يا ابو سليم؟ انا رحت لعند المفتش حمده وقلت له ايه يا سيدنا القصه هاك 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 ايه وحكيت له قصه الورقه ايه ورجيته على الورقه الاساسيه وقال لي خليكم محتفظين فيي وبس تلاقوا في مجال تتصلوا فيا من شان القضيه انا حاضر. عود ها اجا سعيد. سعيد عزمته؟ كان يا سلمته يا المكتوب يا دغري يا بايده. ها كانت العزيمه. برافو عليك ابو سليم. الليله حنمسكهم كلياتهم بباتليات. وشو بدنا ناخذ لهم معنا هديه؟ ما حناخذ معنا هديه. لك ايه؟ لانه مهيئين لهم مفاجاه بدها تكون احسن هديه. ها فلي شو هيدا؟ من فرحي فرحاني. وصدقيني انا فرحان مثل حكيتك بس مش هيك. ما بتتصور قديش فرحت. مين؟ الف مبروك الف مبروك. يعني ما تصدقوا قديش فرحانه. ليه؟ لمديك. مين عزمه؟ صدقيني ما انا. اذا ما انت عزمته وانا ما عزمته لكن مين عزمه؟ صدقيني قلت لك مش انا. شو هالحكي هذا؟ وهالكرت هذا مين بعت لي لك مش حضرتكم؟ كرت؟ بس صدقنا نحن ما عملنا كروت عزيمة، نحن عملناها عائلية. اي نعم. ها؟ عائلية؟ اي نعم. ما أهوك سعيد إجا سلمني إياه بإيدي وأكد علي إني أحضر. سعيد؟ نعم. مش معقول. سعيد؟ طبعا سعيد. سعيد اللي قدم لك ال... سأله. سعيد. فيك. اهلا وسهلا. انت فيك اكتر. شو جاي تعمل هالحضرتك انت كمان؟ يكون بمعلومك من هلا وريح ما بسمح لك تفوت على بيتي ابدا. ايش بيتك؟ نعم بيتي. شوف يا سيد جميل. اسكت خليني انا بس يحكي. هو بتعمل ايه بس انا احكي ما بتعمل شيء. شوف يا سيد جميل. نعم. بس يصير البيت بيتك تبقى قال لي ما تفوت على البيت هلا. نعم. بعد ما صرجع هيدي اهانه ما بسمح لك فيها ابدا. سمح حالك حبيبي. لا تسمح حالك. شو هالمفاجاه يا سيد ابو سليم اللي عامل لي اياها بفرحي؟ انا عامل لك يا مفاجاه. قلت لك بس احكي انا ما تزمر بس هو يحكي بتزمر. يلا. نعم. المفاجاه يا وجع خرب بايشتك شو بهيم يا فهمان. بابا انت سكوت. هلا خلي جايين تعملوا حقل تجارب عنا يوم فرحنا. لا 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 جايين نحكي. نعم سيد اسعد. اصرخوا وحدة اصرخوا وحدة. بس انا اللي بدي احكي. تفضل احكي. انا يا محتال يا دزال يا قوانطزي يلي عم تلعب بالست فلة ست الحسن والأمل والدلال قوانطرك سيدبين وقلا قلا. أنا عارفك كبتك خطر. أبدا ما بسمح لك. أنت واحد قوانطجي. أنا من وقت اللي فات السيد فوزي قلت فيه مؤامرة مدبريني إياها يوم فرحي. أنا أنت والسيد فوزي. نعم أنا يا محتال يا دزال يلي عملت الخطة وحملتني الورقة أنا والزلمة ولقت زبالة يا ست فلة. هيدي عليطة الزبالة يلي مضوكي علي ونزل القمضة هام بالبخواف على بياض واخد الورقة السيد زميل. مضبوط. منك شوي ريحنا. اسمعي يا سعود. واخد الورقة هالمحتال زميل والسيد فوزي وعبوه اوراق كلها وصلحوك المطعم كله. شوف
وصلت ترى لحدها. انا ما كنت وقت الاتفاق هذا ابدا. انا كل ما هنالك انا كنت واسطه وقت اللي الست في اللي اشتريت المطعم. مظبوط، وانت اللي خططت المعامله مع انت الولقه وفهمتني لالي، وكان السيد فوزي موجود مشان تسلخوه لهالمخلوقه ست الحسن والدلال، امل مصول زمال وفهم. اذا انت عم تعمل هيك لاني ما سلمتك اداره المطعم. ما بعرف، انا بعرف عم بحكي الصدق للمغفل هيدي للبوليس. انت كذاب، هيدي مؤامرة منك ومن السيد فوزي، واثنينتكن جوز اوانطجية لاعبين الشتمين كذابين. لا حضرتك الكذاب. لا 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 ما بسمح لك، انت الكذاب والزام حدك احسن لك. انا بدي الزام حدي؟ نعم الزام حدك. انت الزام حدك احسن لك. لا انت بتلزم حدك. ما تتطاول بك. انا ما اتطاول. عم قلك ما تتطاول. استعداد. اوعها ابدا. انا فرجيني هلا فرجيك. انا برا كل يوم حانتم منكم.